هو حي انا استفيد من هذه اللحظه اللي احيي هالشباب الابطال اللي عم يظهروا ينفذوا اعمال بطوليه بدها قلب قوي وبدها شجاعه وتضحيه بالذات وبيعرفوا حالهم رايحين رح, رح يستشهدوا في النهايه هودي بماذا يوصفوا الا بالابطال؟ شو بدي بالوصف الصهيوني؟ اذا في ارهاب على وجه الارض من الصهاينه الارهابيين بطائرات الاف 16 وبالدبابات هذول الجبناء